تكرس على المتهم على المعتقل ما قبلوش اي قواد على وجد كل الأرضية باش يمس متهم او معتقل دابا هادشي علاش انسحبتي رسمي من باب المستحيل يعني من باب المستحيل يعني جلسة مع محاكمة من النوع هذا من باب المستحيل جلسة القادمة ما تكونش ما بقيش نجي ندخل على ما بقيش نجي إذا تخليتي عليه ما بقيش نجي واش تخليتي على المتهم ما بقيش نجي لواحد المحاكمة اللي كيتضربوا فيها المتهمين ولكن شكون اللي ضايع على المتهم غيزيد يضيع على محضر يمكن يكون إذا تخليتي عليه كاين القانون الجنائي الدولي رد بالك كاين القانون الجنائي الدولي المس بالمتهم هذا باختصاص مجلس الأمن يمكن يقوم بمؤاخذته هو والدولة المغربية كلها محمق مع راسكم هذا المتهم بالك وكيل العام بزاف عليك تكون وكيل العام بزاف عليك تكون رئيس النيابة العامة لا انسحب ما قدرتش تقبل ان المتهم يتقبل هذه مستحيله تقبلها يا انا هذه ما نقبلهاش ما عندي ما ندير بها دابا شنو نضرب على هذه المحاكمه المحاكمات بحال هكا ما عندي ما ندير بهم ما عندي ما ندير بهم محاكمه من النوع هذا انا ما نجيهمش